أهلا واضح حازم إيهاب. أغرب بروبوزل أنا سمعته في حياتي من معجباتي، مش عارف أنا يعني مش عارف أنا طبيعي إن أنا أقول ده ولا لأ، بس لا يعني هو مش معايا أنا شخصيا، هو مع والدي. في حد قبل كده بعت لبابايا قال له إحنا من عيلة غنية جدا وعندنا استعداد إن إحنا ناخد حازم بشنطة هدومه، بس هو يوافق وفي قصور وعربيات مستنياه، يعني كانت ديل، يعني كانوا بيقولوا له ديل. فبس فطبعا الموضوع كان بيزن مضحك جدا، وبابايا طبعا هو جاي بيحكي لي، فاللي هو انت يعني ايه ده، يعني ازاي احنا اصلا ازاي وصلنا لمرحله، يعني مش فاهم، انا ما كنتش فاهم ولغايه دلوقتي لسه مش فاهم وما حاولتش اسال. يعني رحت بقى قلت له بقى ابعد بقى خالص عن الاكونت ده، ما تردش عليه تاني، ما تكلموش اصلا، ما تحاولش توصل له، فاهم؟ والحمد لله يعني خلص الموضوع اتقفل يعني. فمش يعني ما انا مش عارف ده كان ايه الصراحه، بس ده كان كانت عملت خطف صغيره كده، بس ما لحقتش يعني. اخر مره بكيت بحرقه يعني كان على موضوع ابني، كان على ساعه وفاه ابني في شهر 3 السنه اللي فاتت. الله يرحمه. موقف كوميدي حصل لي في تصوير. بصي انا عندي مشكله ان انا في دايما اول كل حاجه بتعب فيها جدا، يعني اول اعلان اصوره في حياتي، فانا طبعا ما كانش عندي الخبره دي خالص وكنت لسه جديد وما بحبش الحر، فالجو كان حر جدا جدا جدا، ما كانش فيه اي سبيل هوا، وكان في ناس كتيره قوي، انا كنت بطل الاعلان ساعتها، فكانت في ناس كتيره قوي واقفه بصالي، اللي بتوع الإضاءة، المايكات، المخرج، مساعد المخرج، الستايلست، ناس كتير قوي بصالي، فاكتشفت إن في جمل بجد هي بسيطة جدا 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 أنا مش عارف أقولها، بغلط فيها، كل ما بغلط أكتر كل ما بتوتر أكتر فبعرق، فنروح موقفين عشان ينضفوا يمسحوا العرق. فاليوم ده بجد أنا كنت مش عارف أعمل إيه، لدرجة إن أنا رحت المخرج حس إن أنا خلاص بنهار يعني. أنا كنت لسه صغير، أنا كنت لسه عندي 17 سنة تقريبا في الوقت ده. رحت داخل الاوضه صغيره كده قعدت اعيط وكنت عايز امشي، وبعدين هو قال لي لا هتصور وبتاع، والحمد لله عدى على خير. وسبحان الله هو الاعلان ده كان سبب ان انا يجي لي اعلان تاني بعديه، والاعلان التاني اللي بعديه كان سبب ان انا اخش ثانوي بالعربي، وثانوي بالعربي كان سبب ان انا بمثل دلوقتي. اكتر حاجه مجنونه عملتها في حياتي ان انا زورت ورقه امتحان، عشان كنت ساقط في الامتحان ده، وكان في فتره كده كان لازم الاب والام يمضوا على الورقه يعني، او الاب او الام يعني، كنتش عارف اوريها لهم ازاي، فقررت ان انا ازور الورقه دي، وبعدها اتقفشت في الاخر للاسف. اكتر حاجه بتوترني لو انا صحيت في يوم انا فاضي فيه وفجاه جالي مشوار، انا هنا ما ببقاش طايق نفسي ولا طايق اي حاجه حواليا، ولا طايق الناس في الشارع، ولا طايق العربيات اللي جنبي، انا ببقى نازل مش يعني، وخصوصا بقى كمان لو المشوار لو مشوار بعيد عن المكان اللي انا ساكن فيه. انما لو انا صاحي عامل حساب ان انا قاعد وبعدين بقى جالي حاجه اضطريت انزل لها، يا لهوي، لا الموضوع بيبقى صعب قوي. شكرا، واضح.